ان شاء الله تكونوا بخير. هذا طرف الدجاج متاعي. اوكي، هي الدجاجة كاملة مقسومة في اربعة. انا غسلتها بالخل، انا عندي خل تفاح، اي خل عندكم. غسلتها بالكدا بالخل وشوية ملح، فركتها هكا بالخل والملح، وبعد شللتها وخليتها تتسقطر للي بريسكا هيك شايحة يعني قدامكم. عندي في البهارات والا في الفحات كركم نص مغرفة صغيرة، كليل وزعتر نص مغرفة صغيرة. الكليل والزعتر تنجموا تعوضوه يعني بفحات اخرى، تنجموا اذا كان عندكم كليل فريش والا زاد الاوريغانو، يعني تنجموا تعوضوه بحاجات اخرى اذا كان ماهوش موجود يعني عندكم متاع الجبل. لذي انا كليل والزعتر متاع الجبل من تونس. هذايا فلفل مشكل اللي هو فلفل اكحل وفلفل ابيض وفلفل احمر وفلفل اخضر، هذي يعني تشكيلة متاع فلفل، تنجموا تعوضوها بالفلفل الاكحل العادي. هذايا تابلو كروية تونسية ولا الكورياندا، وفما معاها زاد فيح اخر ما نعرفش اسمه ديما، انا خاطر ديما نخلط ما بيناتهم التابلو والكروية. نعرف كان الكورياندا المكعبرة. وهذايا البابريكا الفلفل الاحمر حلو، هذايا والغامق شوية، هذاك فلفل اما حار، خذيت نص مغرفة ونص مغرفة. كان تابلو كروية خذيت مغرفة كاملة، وخذيت زادة مغرفة كمون. جربوا الكمون في الدجاج راهو يعطي نكهة ياسر بنينة. وعندي الاصفر الاخر هذايا كوري، خذيت نص مغرفة ونص مغرفة زنجبيل اللي هو الانجفير، ومغرفة ملح. هذوما هما انا اللي نستعملهم. ناخذ معون باش نخلطوا فيه الفاح متاعنا، صبوا الكل لهنا. طبعا ناخذ شويه زيت، تحبوا زيت زيتونه تحبوا زيت نباتي، يعني كل واحد والذوق متاعه والا المتوفر. انا باش نصب هكا ونخلط. بالنسبه للزيت هكاك قدر 50 مليلتر زيت، زيدوا شوية ماء هكا مش برشا، هذا كيس هكا هاكا بريسك ربع كيس، شوية يعني ما نكثروش ولا حتى اقل من ربع كيس. لو كان لاحظتوا انا ما فوحتش بالثوم، ما حطيتش الثوم، انا الثوم نحطه في الاخر كي نجيب باش نطيب يعني في التفويح هذايا، ومش نخليه في الفريجيدير ما نحطش ثوم. توا باش نحطه في الفريجيدير، لا انا مانيش باش نحطه في الفريجيدير، ما نكذبش عليكم، على خاطر انا البلكون بارد وباش نبيته يعني في الليل، بالعكس الزيت تبرد اكثر من الفريجيدير، يعني باش نحطه في البلكون البرا حتى باش نطيبه غدوة ان شاء الله. اما انتم اذا كانت الدنيا سخونة بالطبيعة حطوه في الفريجيدير، ونتقابلوا غدوة. اما ابقوا معايا تفرجوا حتى يجي غدوة في ساعة يجي في الفيديو، ونحطه في الفور وشوفوه معايا. الدجاج بعد ما بات ليله كامله في الفاح، اها وكتفوح بالقدا
كذا النكهة يعني متاع الفحات الكل. توا ما بقى كان باش نحطه في الفور، انا ديما نحط الجزر في الحاجات اللي باش نحطها في الفور، كيف اللحم الخروف ولا لحم الدجاج كي نعمله يعني محمر، كيما نقولوا احنا بالتونسي مصلي، مصلي دجاج والا مصلي علوش، ديما نحط فيه سفناريا. السفناريا ما تبدلش يعني في الجو متاع الحاجه متاع اللحم، يعني يبقى المطعم هو هو، وهي ياسر صحيه بصراحه. انا نحسها زاده كتيب سفناريا ويهبط عليها الصوص متاع اللحم، زاده تولي ياسر بنينه. باش نحط بطاطا قصيتها هكا الكبر هدايا، بصل كيف كيف هكا نفس الكبر، هذوما باش نحطهم من اللوطه، والثوم قصيته زاد باش نزيده معاهم. هذا انا ديما نطيب فيه، عنده الغطاء نتاعو، هذا ما نستحقش انا نسكر عليه ونخليه، يعني ما نستحقش بعد باش نعريه يتحمر يعني منه فيه، حتى كي يبدا مغطي يتحمر. اللي جا عملت فيه مره لحم العلوش لحم الخروف، شوفوا الفيديو نتاعي زاد كيفاش استعملته. حط الخضرة متاعي عادي جيست هكا، نجم هكا نوزعها يعني نحط البصل في كل بقعة. هكا وزعت الخضرة متاعي بالطريقة هذه. توا باش نحط عليها اللحم، مانيش باش نحط حتى فاح لهنا، جيست يمكن باش نحط شوية ملح هكا هو، خاطر الفاح اللي في الدجاج هذاك كافي ما نستحقش، جيست شوية هكا نملح شوية. طريقة سهلة، نهز الدجاج متاعي توا ونوزعو، هاكا كل شيء يطيب في بلاطو واحد مع بعضه، ما نستحقوش يعني باش نزيدو نطيبو بطاطا هكا اكسترا ولا نعملولها بلاطو اخر. نحطوا كل شيء مع بعضه ونسكروا عليه ونخلوه يطيب هكا، باش نزيدوا شويه ماء هاكا ماهوش برشا هكاك يزي، باش نحط عليه الثوم هذا اللي قصيته. اللي ما يحبش الثوم خشين ينجم يعني يعملوا بالفريسه نتاعو. توا الصوص هذايا بالثوم هكا نوزعها بشوية، ما نصبهاش فوق الدجاج، نحطها ما بيناتهم يعني في الفراغات. اللي يحب يحط الفلفل في المرحلة هذه ينجم يحط، اما انا بعد باش نطل عليه بعد حكاية ساعة ونحط له الفلفل، ما نحبش الفلفل اللي يبدا مهري، اما اللي يحب يحط توا ويسكر فرد مرة زادة راهي تجينا. وبالطبيعة يكون الفرن بتاعنا مسخنينه من اللول على اعلى درجة، انا عندي اعلى درجة 280، نسخنه على 280، نحط يعني الطبق متاعي ونخليه نصف ساعة، بعد نصف ساعة نقص عليه على 200 درجة ونخليه ساعة يطيب يعني على 200 درجة وإلا على 180، المهم نقص له في النار. من بعد ياخذ معايا حكاية ساعة ونص انا كي يبدأ دجاجة صغيرة، اما كي تبدأ اكبر وإلا يعني كونتيتي اكثر تقعد ساعتين ساعتين وربع، اما المهم جدا يبدا الفور سخون على الماكسيموم من اللول، يعني اللحم هذاك يلزمو ياخذ داك الشوك نتاع السخانه، عباره طيب فيه في المقله زاد وكهو. هذا شنو حبيت يعني المعلومه اللي حبيت نوصلها لكم. انا تو باش نغطيه نعمل سلطه، سلطه خضراء، عندي خس هكا زوز انواع، عندي طماطم وذا فجل، عندي زوز يعني فلفل، زوز انواع متاع فلفل اصفر واحمر، شويه معدنوس، شويه بصل اخضر، باش نعمل صحن سلطه. Thank you.
نحط شوية سمف اللي هو المطارد، معرفش شكون يعرفه. اوبس، السمف هو المطارد، يا نحط شوية مش برشا خل التفاح، مغرفة نتاع ماكلة هكاكا، حط زيت زيتونة، حط زوز مغارف زيت زيتونة، حتى كي يفضل هذاك الدريسينج يعني نجمو نستعملوه نهار اخر، يعني 3 ايام في الفريجيدير ما هوش مشكل. شوية ملح، انا ديما نزيد السكر، نحط شوية فلفل اكحل، انا عندي شوية اعشاب مزل شوية، هذايا كليل وزعتر، نحط شوية منه، نزيد شوية مال الخليط هذايا، حضر زادة مغرفتين متاع ماكلة كهو هكا سافا، هكا الصوص متاعنا جوست تو نذوقوها يعني سافا في الملح متاعها بيرفكت بنينة مش نورمال. جربوها، هذه حكاية السمف المطارد يعني، للي ما يعرفوش خنزيد نوريهولهم يعني مرة أخرى، هذايا هو. جيست بعد الساعة ونص أنا شعلت عليه الجريل، أما حكاية هكاك دقيقتين ما كثرش، هاكم تسمعوا فيه كيفاه يعني مقرمش من برا وتري، ها هاوك السكينة كيفاش فيه يعني طايب وما هوش طلع في الماء. وهذايا الدجاج متاعنا حضر، ان شاء الله يكون عجبكم، خلوا لي تعليقاتكم تحت الفيديو والاراء متاعكم، وتوا بسلامه.